وضعنا التجميد على بعض العمليات الخاصة بالحدائق. عندنا في جيجل ثاني حديقة عمرانية ولات راح تكون في طوازيام كيلومتر، في الميلية ثاني الحديقة الرئيسية، زايد حديقة ثانية، وما عنده حديقة ثانية تاريخية اللي يسميها سكوار ثاني راح نعاود نهيئوها، ونمشيو كذلك إلى بلدية الطاهر اللي عندهم ثاني حديقة تمت فيها بعض الأشغال ثم أهملت. ثاني أنا ماشي ندير لها دراسة باش نعاودوا إن شاء الله نعطيو لها الصبغة نتاعها. لأن السلطات يعني فاكسوا وتحملوا المسؤولية وخدموها وتحفوها، وجينا احنا أصحاب الدراجات الهوائية اغتنمنا الفرصة. اون ا ديموندي لوتوريزاسيون باش نترينيو شويه هنايا، خلاونا الحمد لله.